يا بدر مرحبا. عبد المجيد يا خديك العافية. محمد راشد امدح الجزيرة. بسبوسة تقيلة والله، جاي بسبوسة والله. ربنا يدينا بطن عشان ناكلها، ربنا يدينا بطن عشان ناكل البسبوسة الجاية. جماعة ملصقات مشاركة، محتاجين اللي مادي والله. أنا الحمد لله أجزت رسمي وشعبي، 3 لايفات اليوم، 6 لايفات ما فرقت معي، المأجز رسمي وشعبي. أي متاح، انتهيت من هنا تعال المنصة هناك، تعال اتكلم عبر. منصة فاتحة، فيس فاتح، واتساب فاتح. دياشة، نحن دياشة. قالوا نيا يا جماعة، مشاركة مشاركة يا جماعة عشان البلاغات، ادونا مشاركة. كلنا جيش والله، والله كلنا جيش. احنا مقتنعين وعارفين ان دي معركة، عارفين يعني. يا جماعة مشاركات، ادونا اي واحد مشاركتين ثلاثة خلاص القصة انتهت. ادونا مشاركات يا جماعة. مشاركة يا جماعة. دياشة يا هي دياشة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير شير مشاركات عشان أطمنك
وديك البشريات وديك الحاجه الحقيقه، ما اديك بطلص، ما اكذب عليك. الناس اللي معايا 4 سنة 5 سنة بعرفوني كان بديك صح ولا بقول غلط ولا بقطع، انا بديك الحقيقه وبقول لك الحقيقه، بفرحك بالصح ما بفرحك بالغلط. ادونا شير ادونا مصغات. قبل ما نمشي يا جماعه لي الميدان والحاصل، الناس دايره تعرف مدني، مدني الحاصل شنو؟ مدني الحاصل شنو؟ انا بديك الحاصل في مدني. انا قبلك لما كتبت لك قلت لك الله اكبر وعملت لك علامة النصر، والله العظيم كنت مبسوط، يعني مبسوط، ما حبيت اشيل الفرحة دي برأي انبسط، لكن قلت ما اقول لانه في لحظتها ممكن الخبر يضر، ما ينفع. انا بقول لك الحقيقة، دخل جيش مدني، شفت انا بكتب لك في دي، الجيش دخل مدني اكثر من 150 تاتشر، اكثر من 100 انا اقل حق 150 خذ عليها وقدام وانت ماشي. كميه بتاع الجيش دخلت مدني، جيشك الان انا بقولها لك، انا خدتها مني، جيشك الان جوا مدني، جيشك الان جوا مدني، جوا مدني عديل، جوا مدني. ما تسمح تلص، انا بقول لك لما كتبت لك الله اكبر والله جيشك جوا مدني، جيشك دخل مدني. ويا جنجويد والله الا كان تطيروا، وانا قلت عليكم الا كان تطيروا، وانا قدر كلامي، والله الا كان تطيروا، والله الا كان تطيروا، لانه الجيش لما طلع ما ده ما قرار بتاع، ده ما قرار بتاع حرب ولا قرار بتاع انتصار، ده قرار بتاع صوره فيديو يومين ثلاثه يتصوروا ويطلعوا. حتى الجنجويد ذاتهم عارفين الكلام ده. في جماعة مارقين لاقونا الجنجويد ارجعوا، مالكم مارقين ارجعوا، احنا كلها 72 ساعة بنشفشف ونطلع. لكن قبل ما تشفشف وتطلع الليلة بتشفشف. الليلة حتشفشف. مدني دي والله تبقى لك نار جهنم. والله شلته كله تطلعه. أنا بقول لك الحقيقة. الآن مدني فيها جيش، كمية كبيرة بتاع الجيش. جاء من وين والله عارف، اتحرك بوين عارف، دخل والله كله عارف. بقول لك الحقيقة عشان ما تتطلص وتتغشى وتتخدع. الآن عندك جيش كبير جدا 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 في مدني، وغير الجيش اللي دخل الليلة لما أنا كتبت لك البوست، وأقسم بالله في جيش دخل باتجاه ثاني، وفي جيش باتجاه ثالث، وفي هيئة العمليات قافلة الكوبري لا داخل لا طالع. يعني الناس دي اللي يطلعهم فوق يطيروا السماء، يقدوا السماء يطيروا، لكن يطلعوا كده والله كذابين، والله كذابين. عشان الشغله يا جماعه ما هي واضحه، الجيش اللي قدر انتصر على الناس دي لما كانوا جاهزين 100%، والجيش ما كان جاهز، مستحيل الجيش ينهزم بعد ما الناس دي بقوا حطام، مستحيل، من سابع المستحيلات الجيش ينهزم بعد ما الناس ديل بيقوا حطام، بيقوا هياكل عظميه. الناس ديل الان هياكل عظميه، الان ناس ما عندها قيمه، ناس تافهه، ما عندها خطط، ما عندها قائد، القائد بتاعها همباتي حرامي، القائد بتاعها ما عنده علاقه بحاجه اسمها عسكريه ولا حاجه اسمها جيش، بيعرف المريسه، بيعرف العبار بكم، بيعرف يسرق، بيعرف يتلب الحيط، بيعرف الهنايات، لكن ما بيعرف حاجه اسمها عسكرية ولا بيعرف خطط ولا بيعرف كلام زي ده. بيعرف يشتري، بيعرف يشتري الناس الرخيصة، بيعرف يدفع القروش، بيعرف يودي الناس لأهله، بيعرف يدخل الناس على عرضه، بيعرف يودي الناس لشرفه، بس ده اللي بيعرفه، لكن ما بيعرف حاجة غير كده. عشان كده المعركة بالنسبة لنا مش كانت صدمة، احنا واثقين انه طالما في دولة كانت موجودة اكيد حيطلع خاين. وسع الليله لو خلصنا من الخيانه دي، تاني اتوقع حيكون في خاين. وثالث ليه؟ لانه الدوله كانت سايبه، لانه الناس كانت رخيصه، لانه في حاجات بتتم الا عن طريق الهالك حميتي، الدار يسافر للضابط، الدار يمشي السعوديه، لازم حميتي يديه الاوكي، لازم حميتي يعمل له توصيه، لازم حميتي. عشان كده معظم الضباط الحياه المعيشيه جبرتهم، وفيهم اساسا هو مجبور طبيعي باعوا، ودي حقيقه، زي ما العساكر باعوا، زي ما المواطن باع، الجيش ما منزه ولا من نازل من السماء، فيه الصالح وفيه الطالع، فيه الناس اللي ما رضت والناس اللي ما بتقبل على اولادها قرش حرام، وفيه الناس اللي باعت.
عندك الآن عساكر 6 شهور 7 شهور 8 شهور ضباط وجنود 8 شهور ما مشوا لأهلهم، 8 شهور قاعدين بيأكلوا عدس 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 عدس، 8 شهور ما شافوا أولادهم بعينهم، 8 شهور ما بعرفوا ناس بيتهم عندهم شنو، 8 شهور ديل ممكن الواحد كان يبيع وممكن يقبض الفئة الحسنة ويمشي، لكن ديل مثال للشرف. زي ما في طالح في صالح، ودائما الخير أكتر من الشر، الخير بينتصر أكتر من الشر. عشان كده أنا اديتك الخبر بتاع الله أكبر، مدني دخل جيش، مدني الآن أمسكها مني أنا سجل على لساني، أنا مدني الآن جوا كلها جيش، كطيب البرة قاعدة جوا كلها، حياة العمليات كلها، جزء من أبو طيرة كمية كبيرة من أبو طيرة جوا، والآن دخل الجيش، دخل جيش حدادي مدادي، جيش حدادي مدادي، والغايد يتغير طبعا، بقى اللواء الربيع، اللواء الربيع ده قال لك نسخة تيبيكال من هارون، قال لك زول حاسم، زول لا بيعرف لف لا بيعرف دوران، مشهود ليه بالنزاهة، مشهود ليه بالأمانة، مشهود ليه بالوطنية. ده الناس الضباط الصغار بيشكروه، العساكر بيشكروه، الضباط الكبار بيشكروه، اي زول بيشكروه زملاءه بيشكروه ناسه وكلهم بيتكلموا فيه كويس، انت خد فيه تمام كويس ما عليه. لكن بتاع مدني ده اقسم بالله جماعته كانوا بيشككوا فيه، انا لما طلعت قبل 7 شهور اتكلمت فيه والله معلومات حقيقيه، اي حاجه قلتها فيه كانت حقيقيه. طلع عزام اخو كيكل بتليفون قاعد ما قبضه شايل سلاح، طلعه هو ذات احمد الطيب، وغير بتاع الاستخبارات اللي كان واقف له في حلقه، جاب له بتاع استخبارات تبعه، وعم واي جنجويد يتقبض فكه، اي جنجويد يتقبض فكه، ما كان عنده علاقه بالجيش ولا كان عنده علاقه بالتامين ولا كان عنده علاقه، داير البلد تبقى فوضى. وظاهر عليه لو شفته في سماه وفي شكله ظاهر على عميل، ولا ذا الا ذول يقول يقبضوا، فبس عيونه تعالى كده مكتوبات عميل. دي ما دائرة 2-3، ما 2-3 ولا شيء. الآن مسك ربيع، لما نطلع بيان من الجيش معناته نحن صح. في ناس طبعا قبلك لما كتبت البوست بتاع البرهان والناس احنا ديل ما نثق فيهم، في ناس قال لي اي بيكتبوا لي طبعا لا لا، والآن احنا شك صف صف شنو الجملة تحت القحاطة دي بيقول لي لو كنت معاي 24 ساعة وبيشير لي بحزرك. ما في حاجة اسمها هنا شك صف، ده وطن، وطن يمشي بالطريقة الدغري 1-2-3-4 ويمشي بالنزاهة والأمانة والمصادمة، يا ما في وطن. انت ما بتجيني تجيني بنفس الجملة الكئيبة البائسة الباسة الما عندها قيمة بتاعت نشق الصف، ما في شك صف، بالعكس انت ما عارف حاجة. احنا اللي بنقوله ده يا هو اللي بيثبت المؤسسة العسكرية، اللي بنقوله ده يا هو اللي بيحافظ على المؤسسة، لانه جوه قدام الجيش ده فيه انت ما عارف الحاصل شنو. الآن الحصل من هيئة العمليات ليه خالفت؟ خالفت تعليمات في مدني ليه؟ وتاني حتجي لو حصلت حاجة ممكن يخالف الجيش كله وممكن الجيش يتشد ليه؟ لأنه ما في بقى الثقة. احنا لما نقول اعمل كده ما بنقول ساي بس زيك، انت فاكر بس كونك تصفيك انت كده داعم جيش، انت ما داعم جيش، انت كده بتفرتك في الجيش، انت كده بتدمر في الجيش. الجيش ما شخص ولا فرد، الجيش مؤسسة عظيمة عمرها 100 سنة، الجيش جاء قبل برهان وقبل أبو برهان وقبل جد برهان، الجيش موجود، الجيش مرة فيه نميري ومرة فيه عبود، مرة فيه الكدر وسوار الذهب، مرة فيه خيرة الضباط، الجيش مليان، الجيش ما واحد، الجيش مليان ضباط، المؤسسة الوحيدة ما بتتأثر بيمش من وجه منه. 4 سنة آلاف الضباط شالون، آلاف الجنود شالون، ولح الجيش فيه. الان جات المعركه، في سؤال انا داير اجاوب عليه يا جماعه، لانه الناس دي بيتكلموا ساي يا جماعه، بقول لك الجيش ده كيزاني يا جماعه، اي نظام جاء عاد الجيش، اي نظام جاء مسك البلد دي عاد الجيش، اي نظام الكيزان ده عاد الجيش بطريقه ما لما فرتقوا الجيش طلعوا من الخرطوم ومحلات الجيش اللي هي السلاح النقلي وسلاح قلبوها محلات تجار سيارات، وفرتقوا الجيش برا وجابوا بدل الجيش ابو طيره. الجيش ما كان حق كيزان، بالعكس الجيش ما فيه ثقه لاي زول، الجيش بتاع وطن، الجيش ما وقت محتاج للوطن الجيش بتلاقي كان، الجيش هو بتاع الشعب، الجيش هو اول الانتفاضه، الجيش الممانعه، الجيش اي حاجه الجيش.
يا اخي في ناس غيروا الاسم من قوات الشعب المسلحة بالقوات المسلحة. ليه؟ لانه الجيش مع الشعب. الجيش ده حقنا. ما يقول لك الجيش كيزان. الناس اي زول شفت داير يحكي وداير يبقى ديكتاتور بيعاين لك للجيش ده لازم يفرتق الجيش. ليه؟ لانه الجيش ما بيرضى. الجيش في النهاية بيشوف الشعب يتململ، الجيش طوالي بقوم. عشان كده جيشنا ده جيشنا ده يا هو الضامن لدولتنا. يا هو الجيش حقنا اللي بنعرفه. يا هو الجيش اللي قمنا تربينا معاه. يا هو الجيش اللي كان وقف معانا. يا هو الجيش اللي جينا سئ. ده الجيش اللي جينا سئ. لقينا بيناتنا مشكلة، كنا مشكلين، كنا مختلفين، فرقونا، لكن لما جاء وقت الجد لقينا جيشنا وهو الغانم. ودي الحقيقة التعب الناس، ودي الحقيقة اللي مطلعة ميتين الناس، أن الشعب السوداني الآن بيحلف بجيشه ودائرين يفقدوا الثقة في الجيش بأي وسيلة، بالإشاعات، بالطلس، بالدس، بالكذب، بالنفاق، بكل حاجة. وإحنا ما بنفقد الثقة في جيشنا. فقدنا الثقة في جيشنا نمش نموت تاني، لأنه ده الجيش الآن شفنا بيان بالعمل، شفناهم أولادنا في الشارع، شفناهم ضباط قدموا روحهم، عساكر قدموا روحهم. والله العظيم في أغلى من الروح. ناس يوم أول طلقة قاموا جارين شدتوا، ناس بيدعموا في الجنجويد للآن، ناس واقفين مع المرتزقة، ناس ما قالوا كلمة الحق، ناس ما وقفوا معهم. مستحيل ندعم لنا زول غير جيشنا. جيشنا ده مهما كان يا هو جيشنا، يا هو عزنا، يا هو تاج راسنا، يا هو رفع البلد، يا هو الحافظ عليها، يا هو السندة. والجيش ما برهان ولا كباشي ولا أي ضابط. الجيش مؤسسة مبنية على التراتبية. فاسد يمش يجي البعد وفاسد يمش. حصلت عندنا 500 سابقة ولا سابقة واحدة. الجيش ما بيتفرتك، الجيش بيحافظوا علينا. لما نلقى الزول الفوق ما تمام، لما انت تحافظ على جيشك بتمشي بتقول له شكرا لك عشان الجيش ما يتفرتك. لكن لما تخليه الجيش بيتفرتك، الجيش بيتفرتك، لانه ده ما عنده صليح. ده دار يحكي بالرجاله، دار يحكي بالطلس، دار يحكي بالمجتمع الدولي، دار يحكي بالتنازلات، دار يحكي بالانتصار، دار يحكي بتسليم البلد. ما همه، ما هم الجيش ينكسر ولا يتهزم، هم وانه يباركوا له انه يقعد في السلطه. انت بتجيني تقول لي الان ما وقته، وقته بتين بعد ما الفاس تقع في الراس الاقيك وين تاني؟ نحلها كيف تاني؟ نجيب البلد كيف تاني؟ كيف تاني نقف على رجولنا بعد ما نقع ونسقط؟ هنا السقوط واحد، هنا ما في سقوطين. الجيش لما ينكسر انكسرت واحده ولا بتنيه. انكسر تاني ما بيتصلح. الجيش انكسر ما بيتصلح اصله ولا بيتصلح. الجيش المعنويات الجابه منه واليوم وتاني يوم وتالت يوم للان باقي له وقود قدامه سايقاهو. للان الجيش المعنويات من اول يوم ومن تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم للان هي مديه الانتصار ومديه الباور. الجيش ما عنده، ما بينكسر مرتين. انا اقعد امتحن معاك واجرب معاك واقعد اطاوعك في عقليتك الرخيصه وفي فهمك الضيق عشان الجيش يخسر بعدين اجي اقول شنو؟ اقول بلحقه؟ ما بلحقه. لو الجيش انتهى نحن انتهينا، وطننا انتهى. ما تقول لي حنعمل جيش، ما حيدعمل غيرك كان شاطر. هذه افغانستان، هذه العراق، هذه اليمن، هذه ليبيا. اي ناس فقدوا جيشهم فقدوا دولتهم. فقدت جيشك فقدت دولتهم. وقدر ما يجي يعملوا جيش ما بينفع تاني، ما بينفع. اي جيش بتبني الان ده ما بينفع. الجيش بتاعنا المقاعد شنو التاريخ بتاعه؟ المية سنة مقاعد، الماضي حقه مقاعد، الكشف حقه الكبير، الناس اللي تخرجوا ده الجيش. لكن تجينا عشان احنا ننكسر ونجرب ونسكت ونمشي نجرب. التجربة ما حبابة في الجيش. جرب في اي زول، جرب في الشعب، جرب في لكن الجيش ما بجربوا فيه. الجيش انتصر انتصر، الجيش ما بينكسر. الجيش انكسرته بفورة، الليل انكسر خلاص الجيم انتهى. عشان كده ما تخلطوا لنا اصلوا، ما تخلطوا لنا. احنا انتوا دايرين خايفين على حبيبكم البرهان، خايفين عليه وبتريدوه وبتحبوه. امشوا ليه وانصحوه، امشوا اقعدوا معاه انصحوه، قول لي يا برهان يا اخي الدولة السودانية كانت محتاجة ليه ولا عساكر؟ ليه ما عملتهم؟ الدولة السودانية كانت محتاجة لحالة طوارئ، ليه ما عملتها؟ الدولة السودانية كانت محتاجة لقانون طوارئ، ليه ما عملته؟
الدولة السودانية كانت محتاجة لأنها تجيب بعزة وكرامة وتقول للمجرم مجرم وتقول لدولة الشر دولة الشر وتطرد السفير حقها. ليه ما عملت؟ لو جاوب لكم على الأسئلة دي بتلقون إحنا معاكم، بتلقون إحنا قطيع وباع وباع ومنا السباع، لكن ما عنده حاجة يجاوب لك. كل حاجة ما عنده، ما عنده إجابة للكلام بتاع، ما عنده إجابة، ما عنده إجابة. لو جبت أي زول قلت له تعال الحرب دي ناقصة شنو؟ بقول لك ناقصة كده ناقصة كده ناقصة كده ناقصة كده. دي الحقيقة. الناس ليه بيشوك طوالي؟ لأنه في مقدمات بتاع شكك. المقدمات دي جات من وين؟ المقدمات جات من الأفعال بتاعت الطرف الثاني. نحن ما مننا، نحن قدمنا السبت والأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة، قفلنا الأسبوع ودخلنا في الشهور يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر، كله قدمنا. هو قدم شنو؟ ولا قدم لنا العطل يوم الجمعة، ما قدمها ولا يوم الجمعة ما قدمها. يبقى إيه؟ نحن عدانا العيب. أنت عندك نصيحة؟ ما لينا نحن، نحن أصله ما 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 إحنا ما قصرنا. نحن كفاية بالضيق بالظلم بالاضطهاد بالذل بأي حاجة ضقناها، قلنا جيش واحد شعب واحد. رغم الإغراءات قلنا جيش واحد شعب واحد. رغم أي حاجة قلنا جيش واحد شعب واحد. نسينا أي حاجة؟ أي شيء نسينا؟ خلاص دي تكفي. الآن إحنا قدمنا كل حاجة، الآن الدور عليه، الدور عليه اللي بتريده ده، الدور عليه اللي بتحبه ده، الدور عليه اللي بتعبده ده، الدور عليه يقدم تنازلات بدل يعاين برا. نحن ما طالبين قروش ولا شيكات ولا دارين فيلل ولا عربات ولا طالبين وظيفة ولا طالبين نقاس مسلطة ولا دارين مدنية ولا دارين ديمقراطية ودارين عسكرية زي ما هو داير. احنا دارين عسكرية ودارين ديكتاتورية ودارين نظام عام ودارين ودارين كل حاجة. احنا ما دارين، دارين عاين لي جوا ما عاين لي برا. دارين نعمل القرارات اللي بتمثل الشعب السوداني، دارين نحسس الشعب السوداني بأنه في دولة، دارين نحسس الشعب السوداني بأنه في دولة سودانية، في هيبة الدولة، أنه في قانون بحاسب العميل، أنه في عميل انقبض وده طلق في راسه، أنه في خاين يتحاسب. إحنا دارين كده، إحنا ما دارين حاجة أكتر من كده. لا دارين نقاسم في سلطة، لا قلنا لا مش، لا قلنا لي ما دارينك، لا قلنا لي قلنا لا قعد فيه مخلد لما تسلم لنكير. ما دارينا اشيل معاك الكرسي المغابر اصلا، ما دارينه ولا دارينا شاركك ولا دارينا نقعد في كرسي ولا دارينا اختار. احنا قصرنا؟ احنا ما قصرنا، بس دارين منك حاجه. قول لنا السفير ده اطلع برا، بتاع الامارات ده برا، السفير التشادي برا. دي صعبه؟ الامتحان ده صعب مكشوف وسهل. اقطع علاقتنا مع دوله الشر، ما صعب. عمل لنا حاله طوارئ، انت مالك عندك حراميه فاكيون بيسرقوا؟ لو عملت حاله الطوارئ بيقبضوا؟ ما عندك حاجه. اعلن حاله الطوارئ، اعلن قانون الطوارئ. عندك واحد قريبك حرامي خايف ينقبض؟ اعلن حاله الطوارئ. ما عندك سبب، جيب حكام عساكر. انت مالك ولا المدنيين؟ جيب العساكر، دي ناسك اخوانك، دي الناس كليتك الحربيه، دي المؤسسه العسكريه، جيبوا لنا. احنا دايرينهم، احنا مشتهين الوالي بتاعنا يكون عسكري. احنا دايرين والي يكون عسكري. احنا الشعب كضابين. قول لنا اطلعوا ادونوا تفويض انه نجيب عساكر ونعمل كده، بنطلع بيطلع الناس بكره عشان تصدق انه الشعب كله داير عسكريه وداير وداير وداير. احنا ما عندنا مشكله. انت القاعد تسمع والقاعد تمشي تتابع وتقول والله الان والان والان وشق الصف، شق الصف منك انت ومن البرهان حقك، لانك انت لا واعي، انت قطيع وانت خروف وبرهان ما واعي. لو برهان كان وعى كنا حنكون عبرنا الان وقطعنا شوط بعيد، والان بنكون بنحاسب في القحاط. لكن برهان ما بعين للشعب، بعين لبرا، وبرا دي يا هو اللي ودته التوج. الناس دي لما بقوتهم ما قادرين يحتلوا ليهم كبري، ما قادرين يمسكوا ليهم غريه. الان بعد ما انتهوا كملوا خلاص، كملوا خلاص. الناس دي اللي جدد جلدهم 600 مره. الآن بدوا يمشوا في النيالة، مشوا الجنينة، لما بيو قوتهم وبعتادهم ما قدروا على النيالة، ادقوا فيها دق العيش، ادقوا فيها دق العيش، دقاهن اللواء ياسر، الشهيد ياسر، ادقوا في الجنينة، ادقوا في زالنجة، ادقوا كل المناطق ادقوا فيها. اشمعنا الآن بعد ما خلاص يجي نبقيت كل يوم محل ساي كده صدفة؟ صدفة؟ تجيني تقول لي الان الوقت محتاج
اها لو احنا كلنا قاعد خلينا نسينا الكلام ده ودعمنا حنفقد باقي البلد، حنفقد باقي البلد. لو دعمنا على 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 قطيعنا، على باعنا، على باع حنفقد البلد. الان ما في انت ما داير دعم الان، الان انت داير الناس تعرف رجوله وين ويدينا وين. دايرين نقعد بالعديل دغري، دايرين القرارات، دايرين يجيب يأمن الولايات، دايرين العربات الداخله دي من برا يشوف طريقه. دايرين الكوبري بتاع جبل اولي ينقفل، الناس زي بيفتحوه بالليل طيران لافي. الناس زي داخلين طالعين داخلين طالعين. وين الغيارة بتاعت غرفة ما في. الناس زي بيصلوا بعد ما الناس زي يخشوا حتى الطيران يصل. في شغل غلط، في شغل عفن، في شغل غزر. في شغل بتاع طابور واضح ما داير زول يجي يشرح. ما داير زول يقعد يطلع لايف عشان يحكي ليك، انت مفروض براك تكون شايفه قدامك. الان في الخرطوم الجنجويد ما تعمل لهم 100 جنجويد. ليه الجيش ما انتشر؟ لانه في تعليمات ما ينتشر. مين منو؟ من الحسين. هاي من الحسين. المنع الجيش منو؟ هذاك 30 الف في حطاب ينزل والله بكره يستلموا بحري، والله يستلموها داير ما يدور بشرق النيل. اتحدى كذا الناس شرق النيل، قول لهم عندكم جنجويد؟ يقول لك والله ما عندهم سلاح، قاعدين شله بتاعت شباب بيلعبوا لودو. اولادنا اولاد الحي. ليه ما انتشر؟ لانه مانعينه ما ينتشر. ليه؟ لانه لو الجيش انتصر خلاص الكفيل بيعلقهم. عشان كده لازم المعركه دي تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده. لما انت كشعب سوداني تقول الرو، تقول حقي برقبتي، تقول لهم اعملوها الدايرينه، شاركوا الدايرينه، يجيبوا الزول اللي بيجيبوا ليه تحت وصايتهم. لانه هم دي الحقيقه. بيستفيدوا شنو؟ بيستفيدوا انه بيكون الزول تحت وصايتهم. الزول اللي بيجي ده تحت امرهم، الزول اللي بيجي ده بيكون تابع لهم. حتستمر الدولة الفاسدة، حتستمر الدولة فاسدة، وحتستمر بالميليشيات، وحتستمر أتفه من كده. في حاجات ما بتتدسى وفي حاجات ما بتتسكت، لو سكتنا عليها أحسن ما نطلع. أقسم بالله لو أنا أتجاهل الكلام ده أفضل لي ما أطلع لايف، أقعد ساي بس أقعد أتفرج. لو أنا ما بطلع بقول الكلام اللي بقول فيه وبقول لك برهان الآن فيه شككوا فيه، والله المفروض ما أطلع لايف. أي زول الآن ما بقول الكلام ده ما صادق. لانه الشغله واضحه. ما داير لا لف ولا داير لا زول يكذب ولا داير لا زول يحلف. الشواهد بتقول كده. الميدان بيقول كده. الحاصل كله بيقول كده. نخالف ضميرنا ونخالف عيوننا عشان انت تجي تديني لايك يا اخي ما تديني احذرني. وتخش اي لايك بنبز لك ابوك وبنعلك ابو اهلك. ده وطن اكبر منك واكبر من برهان واكبر من اللي بتعبده انت. احنا بنعبد الله اللي خلقنا، انت بتعبد بشر، نحن ما بنعبد بشر. برهان داير يقعد في كرسي، الكرسي ده عنده ثمن. كرسي ده ما مجاني، عنده ثمن. عنده ثمن، املى الكرسي ده، الكرسي ده بيملى بشنو؟ بالكلام المضبوط والكلام الصحيح. يا ريت انت لو داير بتحبه شديد وميت عليه تمش له، تحنسه، تترجى ان نعمل الحاجات اللي احنا دايرينها، ما هو الدائره ولا كفيل الدائره، نحن الدايرينها، نحن الوطن، نحن العزه، نحن الكرامه، نحن السودان ما برهان. انت دار تعبد برهان طز فيك وفيه والاثنين، طز فيك والاثنين. ما عندنا زول كبير الا الله، ما عمل لنا حاجه عشان نقعد نعبده. بالعكس بالعكس ما لقينا منه الا الشر، عشان الناس ما تقعد تعمل لنا جيم في راسنا، ما لقينا منه خير، ما شفنا منه خير. بيتفرج 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 بيتفرج، قاعد يتفرج يا عين، ما قادر. يفتحوا المدارس كانه البلد امنه، فتحوا الجامعات، فتحوا المدارس في مدني، الجنجويد دخل كانه مأمن البلد وكانه مظبط البلد وكانه صارف للناس رواتبها وكانه الناس المستنفرين مديهم سلاح. يا اخي المستنفرين ما قادرين يدون سلاح، مانعينهم من السلاح ليه؟ قال ما عنده جيش، جبنا له مستنفرين 500,000 ما سلحون ليه؟ طالما هو ما داير يدافع وما عنده قوه، لو قلنا ما عنده جيش اكون كذبتها. اقسم بالله حطاب 30,000 لون 6-8 شهور بياكلوا ويشربوا. 8 شهور هذيلك في حطاب ياكلوا ويشربوا، زهجوا. زهجوا عديل 8 شهور قاعدين ياكلوا ويشربوا. الجيش ما طالع ليه؟ الجيش طالع عشان يحارب، الحرب ده فيه الموت وفيه الحياه. في واحد يقول لي انت ما تجي، انا لو كنت ضابط عسكري وبصرف راتب من الدوله كان واجبي اشتغل وادافع. لو انا كنت ضابط عسكري ده واجب، انا ما ماضي عقدي مع الدوله السودانيه اني ادافع عن الشعب السوداني وباخذ راتب قصاده وادافع. لما نقول لبرهان برهان عسكري، انا ما عسكري. واحنا قدمنا اللي بنقدمه نحن اضعاف اللي قدمه برهان، برهان ما قدم حاجه.
برهان بالنسبة ولا والله ولا قدم حاجة. لو عليه برهان والله من أول يوم الشعب اللي كان ناصر الجنجويد ده بيموت وبأي كان ناصره لو عليه برهان، لأنك أنت ما فاهم حاجة ولا عارف حاجة، لأنك أنت اللي بتخربوا البلد، لأنك أنت اللي بتخربوا الحاكم، أنتوا الناس الصفاقين الرقاصين الطبالين اللي ما بتفهموا وطن يعني شنو، أنتوا الناس اللي دارين تحبوا وتريدوا أي زول يجي فوق تريدوا، أي زول يعمل لقطة تريدوا، أي زول يمشي مشي كده تريدوا، أي زول عنده قضيمات تريدوا، جحم دوك من هناك اضنين طوال شلاظيم كرشة كبيرة قصير زي أنبوبة الغاز، ردتوا ردتوا على شنو؟ ما بس بحمدك في شنو؟ انتوا ربنا بس مديكم ريدة أكثر من الريدة ما عندكم حاجة، عشان كده الريدة دي ما تجيب لي هنا ولا تقول لي ما عجبك البوس، عندك 500 طبال الطبالين راكدين صفحتي دي ما ألقى فيها زول بيطبل، لقيتك انت غلطان على نفسك وغلطان على ميتينك بنعلك ميتينك وميتين ميتينك، انا ما فاتحها صدق دي صفحة بتاعت وطن، اي كلمة بتتكتب فيها بمصداقية وبشرف، كلمة بيكذب ونفاق ما بكتبها، بغش ما بخدع ما بخدع، خلاص دي انتهينا المرحلة دي انتهينا، دار تقعد في الصفحة انت عارف مبدئي ما عارفه انا ما دايرك امين شوف صفحة تانية، لقيتك دار تعمل فيها هناي بنى عليك انت وهلك بنى عليك عديل بالواضح والصريح، ولا بلف ده وطن وده وطن ولا لف ولا دوران، احنا عندنا وطننا اهم من اي حاجة، انا كنت بشتغل لايف وبيحضروني 10 وبوصل رسالتي وصلت وللان اللايفات قاعدة بطلعوا فيها، يعني ما فارقة معي يحضرني 100 يحضرني 1 يحضرني، انا بكون مقتنع بكلامي انا مبسوط، لكن احضروني من 100 وانا بكون ما مقتنع باللي بقوله ما بعمله، عشان انت تديني ما تديني لايك ولا تدعمني ولا ولا دار منك حاجه، وطز طالما دي عقلي وطز عديل ده الحق، برهان ما عنده حاجه يقدم اكثر من اللي قدمه اكثر من اللي خربه، ما عنده ما بقدم لك غير الخراب، نحن دارين دماء جديده دايرين حماس جديد دايرين عقلية جديدة دايرين الشعب ذاته يعرف، الليلة لو يتغير الشعب ده كله بينطفط كله بيطلع الشارع كله بيدعم، ما كذب عليك الشعب المعركة الكاتلة منه كاتلة برهان، ما مدي المعركة حجمها ما مديها إعلام ما مديها التلفزيون مشغليته منجير 24 ساعة، يا أخي أنا عندي معركة وناس بتموت تومنجيري جاري وسكنه 24 ساعة تومنجيري، عملوا لنا توجيه معنوي عملوا لنا وطنية عملوا لنا حسن خليفة العبراوي عملوا لنا جيجم تومنجيري، حارب وطن ناس بتموت ناس دايرة طاغة ناس دايرة تعرف معلومة تومنجيري، ما مدينا حجم المعركة، لو انت بتدي المعركة حجمها والله الشعب ده تطلع تتكلم تلقى كله منتظرك وكله في الشارع، اقسم بالله العظيم اسأل ناطق الرسمي بتاع الغسام بيطلع بيتكلم اليهود بيحضروا، ليه؟ لأنه المعركة إعلامية، لأنه ده كلمة صادقة بتقع زي السيف، إحنا بنعمل بيعمل إحنا بنسوي بسوي، أنتوا المعركة دي قاتلين فيها حيل الإعلام، المعركة دي وكأننا مجبورين على جبر، كأن المعركة دي على واجب، كأنه المعركة دي ما عندكم فيها نفس، كأنه المعركة دي بس كده ناس جابرينكم عليها، يا اخي دي معركة بتاعت وطن، دي معركة مفروض كل يوم 24 ساعة التلفزيون يكون شغال توجيه معنوي وتتفتح يوم الجمعة استنفار والتلفزيون على الهواء مباشرة ودعم القوات المسلحة ومساحات زمنية كبيرة، ده الجيش انت قاتل ام البلد انت قاتل المستنفرين انت قاتل الحماس انت قاتل اي حاجة بتتكتل قاتلة في شنو؟ دي معركة دي معركة مفروض الصوت كله معركة جيش اغاني كلها جيش، مفروض البلد كلها لابسة الموظفين لابسين جيش تعبية عامة، المدرس بيلبس كاكي المنو بيلبس كاكي في السوق بيلبس الكاكي تعبية عامة، عشان الناس يحسوا بأنه المعركة دي عظيمة، لكن اديني قول لي المعركة دي عظيمة أنا أحسها كيف؟ غايد بتاعي بتاع الدولة من بلد لبلد والتاني فاتحة ماشي طالع والناس بتموت في بلده، الناس بتموت في بلده وبيهجروا فيه وبدقوا فيهم بسطان العنج وبيسرقوا في البلد وهو ماشي يشيل فاتحة برا، الشعب داير منك الفاتحة، الشعب داير منك المواساة، الشعب داير منك التطمينات، الشعب داير يسمع الحقائق، الشعب داير حاجات كثيرة، أنتوا فاقدينها، أنتوا ما بتعرفوا حريب يعني شنو، أنتوا ما ناس ما عندكم العقلية،
انتوا ناس درستوا اتأهلتوا كنتوا أقدمية لظروف ما، لكن الأقدمية دي محتاجة وعي. انتوا ما عندكم، انتوا جيتوا صدفة، جابتكم صدفة بشنو؟ جابوكم باللف الدوران، ما جيتوا تراتبية عديل، لا مكانكم الآن ما هنا، دي الحقيقة. لو جينا للحاجة اللي حصلت 2019 مكانكم ما هنا، ما هنا نهائي، ما هنا. عشان كده الكرسي فاضي، عشان كده الناس ما قادرة تقود دولة، عشان كده الناس ما عارفة تعمل شنو في الحرب، عشان كده ما عارفين الغرارات اللي بتتخذوها شنو. ليه؟ لأنكم ما عندكم خبرة كافية. هنا النقطة سطر جديد، موضوع انتهى. بس نمشي يا جماعة للميدان، في شغل اشتغل شغالين في مدرمع. لما قلت لك من بيت لبيت، اقسم بالله شغالين من بيت لبيت. شارع الدومة ده نظفوه على بكرة أبيه، الشوارع الحوالينه من بيت لبيت من بيت لبيت. العمل الخاص ما خلت جنجويدي، هيئة العمليات شغالة ولا كلمة، شغل ميداني ولا كلمة ولا كلمة. في شغل بتاع مفاجأة، في شغل بتاع مفاجأة، بكرة وبعد بكرة بزعوله، أقسم بالله العظيم أنا بقول لك الحق، بكرة بعد بكرة بتعرفه، بتعرف شغل بكرة بعد بكرة، كلامي ده بتسمعه، دي الحقيقة. بهناك ضربوا ودراوة العيدج، المصانع بتاعت الدجاج موت بالجملة، متلميين وماخدين راحتهم وما خدتين طيران. الناس زي اللي انجغموا أقسم بالله على بكرة أبيهم، تاتشر ما طلعت. الفيديو رسلته ليك ده نزلته، ما في زول نزله، نزلته أنا، مرسله لي واحد من هناك في الخاص، نزلته أنا في صفحتي. انجغم وجغم الجن، ولا تاتشر ما طلعت. عملوا الضربة الأولى، أعادوا لهم بالثالثة، طبقوا لهم بالرابعة، ما خلوهم الطال كله أبعدهم. أكثر من 18 19 تاتشر، 19 تاتشر، ولا تاتشر طلعت ما في، ولا تاتشر طلعت ما في. مشوا الناس ذاتهم عشان يصوروا. بكرة احتمالنا نزل لك صور في التليجرام، احتمالنا نزل لك صور في التليجرام. كمية يعني الجيش شغال 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 والله شغال، لكن الجيش بينكسر بعدم المواكبة من القيادة. يا جماعة مستحيل لما تتصل عشان محتاج طيارة تلقى التلفون بتاع الغايد قافل، تتصل برسلان عشان الطيارة تتحرك تلقى التلفون ما في، لا يمكن الوصول إليه. يعمل شنو؟ يتم بعجلة؟ ما مرات الأمر ذاته خطينه في حتات، المفروض الأمر الميداني ده يكون جوا، الطيران ده يكون معاه، التعليمات تجي من الميدان، ما في حاجة اسمها مركزية. كلام ده قلنا زمان، ما في حاجة اسمها تعليمات مركزية وتعليمات لا تعليمات من حسب الحوجة. عسكري طلب منك الطيران يجي طوال الطير تمشي، لكن لما ندونا الإذن ولما ندور ولما نسخن ولما نعبي ويكون العدو دخل، يكون العدو دخل وتوهط ونام، يكون جماعته دقوهن. ودي للأسف دي من العيوب ومن السلبيات الكبيرة جدا جدا، دي من العيوب والسلبيات الكبيرة. أغلب المناطق سقطت من الطيران، ما في تغطية بتاع الطيران. حتى بعد ما سقطت المواقع ما دقت، هتجي تقول لي والله خطة من جبل أولياء، من قبل جبل أولياء، من الاحتياطي، ما كانت قدام عينه الاحتياطي. الجيش اللي كان في الاحتياطي يملى الخرطوم وغير كله انسحبوا، يا ريت لو شالوا سلاحهم ولا ضربوه وخلوا السلاح لهم عشان يسلحوا. كذلك امس منو بيقول لك ما في سلاح؟ اقسم بالله مدني كلها سلاح، صوروا لك مخزن كبير استلموا بتاع سلاح الجنجويد، ما تسمع في السلاح، السلاح مليان سلاح، ما تسمع لا سلاح لا عتاد لا قوه لا شجاعه، خيانه، ما تسمع خيانه، ما عند اي سبب. سلاح موجود وقدام عيننا، شفنا الفيديوهات، اقسم بالله شفنا الفيديوهات، سلاح موجود. كانوا سلحوا المستنفرين زمان، كانوا لا ما ابو رفضوا يصلحوا المستنفرين، لما جه سلحوا لبيب، لما سلحوا اللواء لبيب وصل هناك سلحوا، هو سلح المستنفرين، كسر المستودع بتاع السلاح، كسروا عديل عشان يسلحوا. دي الحقيقة. يعني ما تسمع يقول لك والله ما في خطة، خطة شنو؟ يا تخطة اللي بتستحب لي من الاحتياطي ومن اليرموك وبتديهم مكان الأسلحة وتقول لي أنا بكاتل ودائرة أجيب النصر. أنا كيف أصدق أنك أنت دار تنتصر وأنت بتسلمون لي السلاح؟ الناس زي لما دخلوا الاحتياطي المرة الفاتت، الناس زي كانوا خلصانين، أقسم بالله ما لقينا الطلقة، بيشتروا الطلقة ب 150 ألف، والكلام ده إحنا عندنا باللايف طلعت قلته
150 الف كانوا بيشتروا الطلقه من السوق، ما في، انسحبوا لهم من الاحتياطي وسلمونا الطلق، سلمونا الذخيره كلها وقعدوا برا يلقطوا فيها، والطيران ولا جاوا ومطمئنين انه ما حيجون طيران، قعدوا ونقلوا وجابوا الدفارات وشالوا والطيران ما في. دي تقول لي ممكن يكون ده دار يجيب لي انتصار؟ والله الا كان انا ما بفهم، الا كان انا ما بفهم، ما هي شغله واضحه. هو الدار يبيع ده اللي يقول لك انا بايع انا بايع انا بايع، الدار يبيع ده ما ظاهر، ما في امامه، ما في. اللي حصل في مدني ده انتهى، انتهينا منه خيانه. والدليل انه طلع طوالي لانه الشعب السوداني زعل، ولان مدني بحي مدني ما اغلى من الجنينه. في ناس طوالي قلبوا عليك عنصريه، الجنينه ما سلموا ليه؟ مدني دي يا هالجنينه ويا هالفاشر ويا هنياله، مدني السودان كله، مدني السودان، مدني دي يا هل بتاكل الناس، مدني دي اللي كانت بتاكل الناس زمان ما في بترول، مدني دي بتاكل ليه نمولي؟ الفتريته دي بشيلوها من مدني، العيش ده بشيلوه من مدني، مدني دي كانت الاقتصاد القطن، مدني دي التاريخ حقنا وحقك انت ذاتك، اهلك هنا ذاتهم في مدني، مدني فيها نسيج اجتماعي من كل القبائل في السودان، من كل اللي غالين في السودان في مدني. مدني ما حكر على قبيلة ولا حكر على إثنية ولا حكر على جماعة ولا حكر، لا لا، حقتنا كلنا كسودانيين، عشان كده هبشتنا في اللحم الحي. مدني دي ما حقت قبيلة ولا حقت ناس، كل الشعب السوداني عنده. يا هلا كانت بتصرف علينا، ويا هلا كانت كافلانا، ويا هلا كانت بتأكلنا، ويا هلا كانت بتشربنا، ويا هلا كانت اقتصادنا، وكانت كل حاجة. مدني غالي علينا، مدني ملتقى طرق، ماشي الغرب بتمشي بمدني، ماشي الشمال بتمشي بمدني، ماشي الجنوب بتمشي بمدني، ماشي الشرق بتمشي بمدني. مدني ما حاجة كده بس مدني خلاص، لا 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 لا، مدني تاريخ، مدني تاريخ، عشان كده زعلنا من جوا قلبنا. قسما بالله ما في سوداني أكل اليوم ذاك، أنا أثق وأحلف على 100 مليون مرة، في ناس لليلة ما أكلوا، والله في ناس لليلة سودانيين والله ما أكلوا، والله في سودانيين 3 يوم والله ما أكلوا، والله العظيم ما أكلوا، دي حقيقة. لأنه ما بتوجع مدني والله يراجع، يراجع هو بشر ولا ما بشر؟ أي زول ما وجعته والله يراجع نفسه، يراجع يشوف نفسه هو تابع للبنات مين ولا. بسم الله، يراجع نفسه. مدني علمت أي زول؟ مدني علمت ناس، وعلمت المستنفرين الجايين، وعلمت الناس النازحين، وعلمت الناس اللي بجوا، وعلمت كل زول يتعلم. لانه مدني ماما، مدني مدني، دي مدني، دي مدني، مدني مدني مدني، اي حاجه مدني. الناس احنا لما اتكلمنا في هاي وجعتنا الجنينه ووجعتنا كله ووجعت، لكن مدني غير. مدني حقتك انت قبل ما تكون حقتنا نحن، مدني انا ما عندي فيها بيت، مدنة حقتك انت بتجي من هناك، كل الناس ما في زود. مدنة دي هو الحضن حقنا كلنا، مشتركين فيها كلنا مدني. ما حقت ناس ولا حقت قبيلة ولا حقت أولاد فلان ولا أولاد فلان، ده حقت الوطن. دي مدني، بس كفاية أنها مدني. كفاية أنها مدني. الناس ما تاخذ المواضيع، مدني دي ما سهلة، عشان كده نحن طالبنا مدني ترجع. وبإذن الله تعالى مدني ترجع والناس تحتفل الفرحة العظيمة، بإذن الله تعالى مدني ترجع ومدني راجعة، وشاء من شاء وأبى من أبى، وبنقول ليكم مدني راجعة. في حاجة أخيرة، طبعا الأوردر المعهود، مجرد ما الشعب يقوم الحملة ضد البرهان هنا طوال القحاطة بيصهروا. أنا كلمت كم يصير لايف، بيطلعوا القحاطة بيقول لك خلاص البرهان ديمش، والبرهان ما. ليه؟ عشان انت تقول ديل شايتين معي فيك. دي السياسه اللي احنا عرفناها. السياسه دي انا جبتها من وين؟ انا يعني انا بعلم الغيب؟ لا، انا اديك السياسه دي انا جبتها من وين؟ ايام تصور ان احنا بنطلع بعد ما القحاطه مكنوا، احنا قلنا ما دايرين نون، قعدوا في السلطه قلنا ما دايرين نون، وبقينا نطلع مليونيات. القحاطه عملوا لهم صفحه باسم المؤتمر الوطني، صفحه مزوره، اقسم بالله العظيم، موجوده الان شغاله. بيستخدموها عند الحوجه، بيستخدموها في شنو؟ مجرد نحن ما دعينا لمليونية طوالي بيطلعوا الصفحة المزورة تحت المؤتمر الوطني بيدعوا فيها للمليونية. ليه؟ عشان الشعب هنا يقول المليونية دي تحت المؤتمر الوطني. نفس الفهم، نفس الفهم الآن شغالينه معانا مع البرهان، أقسم بالله العظيم بالكربون، كأنه بس شلتها من هناك طبحتها جبتها غيرتها بس ياهو. دي الحقيقة.
يطلعوا لك يقول لك الآن البرهان والبرهان. ليه؟ عشان انت مطالب. أهدى شوية ما بتسمع برهان، ما بتسمع برهان ولا بتسمع أي حاجة. شفت مجرد ما الجيش اشتغل ومجرد ما الجيش سوى ما بتسمع أي حاجة ولا بتسمع كلمة. بعد ما انت تجي خلاص تحصل لك حاجة تيجي تتكلم تقول البرهان مش طوال، يطلع لك صلاح مناع، يطلع لك ياسر عرمان، يطلع لك هنايك خمسة، يقول لك لازم البرهان مش. انت هنا طوال بتتراجع تقول الناس دي طالما دارين مش معناته احنا لو فتنا بيشمتوا فينا، وبيشمتوا فينا دي يا هالمشكلة حقتنا كشعب سوداني في الأربع سنة اللي فاتت. دي اللي رجعتنا لورا، دي اللي خسرتنا ثورتنا، دي اللي خسرتنا بلدنا، بيشمتوا فينا. أي حاجة اتعملت خدتوه في شماعات بيشمتوا فينا. أي شيء اتعمل، أي جوع جوعناه، أي دمار دمرناه، أي غلب بتاع معيشة بيشمتوا فينا. تتكلم بيشمتوا فينا. يا جماعة ما داري إن النقد هنا إذا رفعتوا لنا السير بيشمتوا فينا ما تتكلم. يا جماعة ما لاقي أكل ما تتكلم الكزام بيشمتوا فينا. يا جماعة البلد دي تزعة طويلة ما تتكلم الكزام بيشمتوا فينا. حمدوك فاشل يا زول، حمدوك كويس بيشمتوا فينا. ودي الحقيقة الآن نفسي بيشمتوا فينا. لقيناهم معانا ناس بيشمتوا فينا، سبحان الله لقيناهم راكبين معانا. ظهروا لنا الآن ظهروا لنا ناس بيشمتوا فينا، ناس بيشمتوا فينا ظهروا لنا، هذين راكبين معانا بنفس النغمة بيشمتوا فينا. يا زول برهان ده ما ضيعنا والبلد وسلم مدني. يا زول ما تتكلم، الجنجويد بيشمتوا فينا والقحاطة بيشمتوا فينا. يا زول برهان وقعنا من الجبل طلع ميتينا بيشمتوا فينا. نفس الفهم دي اللي احنا نقول لهم شنو، دي اللي نقول لهم شنو يا جماعة. بأمانة ما دي الحقيقة، أنا بديك تفاصيل دي الحقيقة، دي الحقيقة. شماعات بيشمتوا فينا. هل في دولة بتنتصر بيشمتوا فيها؟ في دولة بتتقدم بيشمتوا فيها؟ في دولة بيشيل تمرد بيشمتوا فيها؟ ما بتشيل وبيشمتوا فيها دي ذاتها شنو؟ الدولة لو ما دايرة يشمتوا فيها بتمشي دغري عشان ما في زول يشمت فيها، عشان ما في ناس تشمت فيها. الدولة بتشتغل دولة، الدولة بتشتغل دولة، الدولة بتفرض هيبتها، الدولة بتعمل قوانينها، الدولة بتمشي لشعبها عشان ما في زول يلقى فرصة يشمت فيها. احنا ما اللي دينا الناس يشمتوا فينا؟ انت برهان اللي خلى الناس يشمتوا فيها. برهان بعد الوقفة دي وبعد الجيش واحد شعب واحد وبعد كده كله خلى هو اللي بيشمتوا فينا الآن. الآن برهان هو مقعد القحاطة حوالينه، الآن برهان هو اللي بيودينا للمحاور بتحت الشر، الآن برهان هو ما قادر يدين، الآن برهان هو بيحفينا، الآن برهان هو بيعمل أي حاجة غلط. وده كله ما بيشمتوا فينا، ده بيشمتوا فينا وبيشمتوا فينا وبيشمتوا فينا. انت داير ما يشمتوا فينا امشي ليه برهان كلمه بس عشان الناس تكون واعية. انا شماعات ما بيشمتوا فينا بيشمتوا فيني دي انا منزلها، قصة بيشمتوا فينا ده موضوع انا مريت به وحضرت الفيلم ده، ومستحيل اجاد قرطز به، مستحيل اجاد قرطز به شماعات بيشمتوا فينا. اصله ما بتقرطز طالما صح صح. مشينا مع الكاسل الان احنا ماشيين وين؟ ماشيين مع الكيزان في صف واحد. ليه؟ كيزان همه وطن، احنا همنا وطن. الان دي الصوره قدام عيني، كيزان لا طلعوا برا قاموا جارين ولا مشوا العواصم برا ولا شردوا، قاعدين بيكاتلوا شايلين سلاحهم وبيكاتلوا عشان الكيزان داعمين الحرب. انا اقول لا انا ما ادعم الحرب، والله كذاب، والله ادعم واقول لهم شكرا لكم كمان ما قصرتوا. يا جماعه الوعي ما كلمه بتتكتب وعي ولا كذب وطلس ونفاق، الوعي تصرفات وافعال قدام عينك. احنا الان كلنا تلاقينا في حاجة واحدة، لا جمعتنا قروش، لا جمعتنا وزارة، لا جمعتنا منظمة، جمعنا وطن. لا دافعين لنا، لا ادونا رشوة، لا ادونا الرصيد، لا ادونا سندويتش، لا رسلوا لنا واحدة عاهرة في البيت. وطن جامعنا شنو وطن؟ وطن يعني شنو وطن؟ ما بعرفوا. القحاطة، القحاطة ازالهم من بيوت الضعارة، ازالهم من القزازة تحت المريسة بيكم، أزالهم من كيف يعملوا الكيس لبرا وربا، بيوروك كيف يعملوا الكيس، لكن تزالوا من وطن ما عندهم، ما بيعرفوا الكلمة دي، الكلمة دي ما حسوها ولا عاشوها. أزالهم من المناصب، أزالهم من القروش، أزالهم من المنظمات الدولية، أزالهم من الاتفاقيات، أزالهم من المثليين، أزالهم من وزير النوع، لكن ما تزالوا لي من وطن. ما تزالوا من وطن. الآن إحنا والكيزان والشيوعي، في شيوعيين الآن بيدعموا الجيش. أنا أقول لك ديل معاون، كلنا واحد،
ليه؟ لانه ده وطن. انا ما بعين ليميني منه وشمالي منه، انا داعم جيشي. هي زول من حقه يدعم جيشه. البلقى داعم معاي، ده انا بحترمه جدا والله العظيم، ده انا بحترمه وما عندي معه مشكله تاني. طالما جمعنا وطن مستحيل يفرقنا حزب، مستحيل يفرقنا منصب ولا يفرقنا كرسي. احنا تلاقينا في شده، تلاقينا وقت الوطن محتاج، تفتكر تاني كرسي يفرقنا ولا وظيفه ولا حزب ولا كلام فاضي؟ ما في. بيفرقونا تاني بيقالوا قلنا وديل كعبين وديل، ما بصدق. انا شفته قدامي، هدول هدول شفت الكيزان شايلين سلاح ونبكاتلو، هدول في مدني قاعدين، هدول في كل مكان. يجي يقول لي والله ديل كعبين، ما بصدق. بالعكس، ما هو كلام ولا ساي، معلش احنا بشر بنغلط، ما في ظلم ما بيغلط. ما احنا ملائكة لا ناكل ولا نشرب ولا ننوم ولا ولا ولا، احنا بشر، انسان بينسى وبيغلط وبتوب وبيستغفر. الاستغفار عمله ليه؟ لو الناس ما بتغلط ولا بتتوب ولا بتعمل ذنوب ما كان في استغفار. احنا بشر، كل الناس بتغلط وكلنا غلطنا، ما في ظلم ما غلط. لكن في النهاية في حاجة اسمها وطن. لما نحس بوطننا بضيع بننسى كل حاجة، بنعمل أولوية واحدة لوطننا. انت معاي ممنوع الشمال، انا ما بعرفك، انت ماشي معاي في اتجاهي انا معاك في اتجاهك، باليمين معاي في اتجاهي انا معاك في اتجاهك. ما في حاجة بتخليني اكرهك ولا تكرهني، لاننا نحن ما جمعتنا منظمة ولا جمعنا مجتمع دولي ولا جمعتنا محاور ولا جمعتنا اجندة خارجية، جمعتنا اجندة داخلية اسمها حب الوطن، اسمها الوطنية، اسمها الجيش، اسمها جيش واحد، شعب واحد. دي الحقيقة. عشان كده نحن داعمين جيشنا وماشيين معانا كوس حبابه ألف. أنا عندي كوس والله اسوى الأسر النجسة دي كلها الآن، كلها قسما برب الذي خلقني. أي زول وط حرام طلع من البلد واقف ضد جيشه، أنا ما عندي راجل ولا عندي زول عنده حاجة للوطن ده. وعندي ده أسوأ من مش الكيزان، أسوأ من بهناك للكيزان. ما في حاجة اسمها كوز وما كوز. الآن إحنا في وطن، الآن إحنا في وطن، الآن إحنا عبرنا، عبرنا وعي، عبرنا وحدة، وحدة وطنية صحيحة جابت الشدة، جابت الأزمة، جابت الحرب. ما وحدة وطنية بمحاصصات انت كم وانا كم، ما وحدة وطنية بانت كرسي وانا كرسي، ما بوحدة وطنية الديني هنا وانا اديك هنا، لا، وحدة وطنية طوعية اختيارية بكامل ارادتنا ووانا العقلية، داعمين لجيشنا الوطني، داعمين لجيشنا لمؤسستنا. خلاص انتهت. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى منتصرين. شاء من شاء وابى من ابى. وبنقول ليكم والله العظيم، شفتوا الجيش ده لو فضل اللبوات في الشوارع احنا معاه، السودان ده لو يتعجن طوبه طوبه ويتفرتق مدينه مدينه، ولو شفت باقي لنا غريه ام برنبيط هناك شفت في قرطفان اسمها ام برنبيط باقي لنا، هي احنا كلنا جيش واحد، شعب واحد. والله ما نرجع ولا خطوه، والله العظيم ما ندعم المتمردين ولا ندعم الاعداء ولا ندعم الفلول ولا ندعم اولاد الحرام لا يوم الدين. جيشنا ده والله معاه موت، معاه موت، شاء من شاء وابى من ابى، وبكيفنا ما بكيف اي رمه. الله يديكم الصحه ويديكم العافيه.